كفر حراميه ده ايه؟ في بلد اسمها كفر حراميه؟ طب والعمده بتاعها بيشتغل ايه؟ ممكن لو سمحت اخد الكرسي ده هناك علشان ما عنديش. لا مش ممكن. طيب شكر قوي. تشرب ايه يا استاذ؟ نعم تشرب ايه يا استاذ؟ سلتوع. نعم سلتوع. سلتوع اتنين سلتوع، واحد سخن واحد بارد. ايه يا اخويا السلتوع ده؟ سلتوع بسرعه ما تتنعش. اجيب لك سلتوع. هرب ابن الايه؟ يهرب ما يهربش، انا مالي ما يهمنيش. اه طبعا ما يهمكيش، بس يهمك شنطتك برضه. يا خبر ابيض، دي راحت وفيها فلوس. تعيش وتاخد غيرها. هعمل ايه دلوقتي؟ اوعي تكون التذكره راحت كمان. لا التذكره موجوده، بس كل اللي معايا 80 قرش يوصلوني مصر. دول يوصلوك ايه؟ ادفو. ممكن تبعت الاغراف لاهلك من هناك. لا طبعا انا هعمل كده فعلا. انا هبلغ عن سرقه الشنطه. لا مفيش داعي. بلاش عبط، شنطتك اتسرقت ولازم تبلغي. اسمك ايه؟ مش عايزه ابلغ. حاجه غريبه، مش يمكن يمسكوه ويرجعوا لك الشنطه؟ اسمك ايه وانت مالك؟ اما تلاقيه حقيقي. تلاقيح؟ انا تلاقيح؟ ايوه. والله العظيم اخنف. الركاب يتفضلوا، العربيه هتقوم. يلا يا اخوان انت وهو. يلا يا اخت